نعم طبعا كما تابعنا جميعا أداء الحكومة اليوم، حكومة الوحدة الوطنية، حكومة السيد عبد الحميد البيبة، اليمين الدستوري أمام مجلس النواب بمدينة طبرق بحضور دولي وعدد من السفراء وأيضا الأمم المتحدة وأيضا حضور رئيس المجلس الرئاسي، رئيس مجلس الدولة السيد خالد المشري، وأيضا بحضور رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي وموسى الكوني. الحكومة حقيقة أمامها عدة ملفات، لعل أهمها ملف فتح الطريق الساحلي، أيضا موضوع المصالحة والعدالة الانتقالية والتي بدأت الآن من خلال هذا الجو ومن خلال الترحيب الواسع بهذه الحكومة وبالمجلس الرئاسي. أيضا أمامها الملف الأمني، وهو موضوع التعامل مع القوات الأجنبية الموجودة والمرتزقة، وأيضا موضوع آخر موضوع المجموعات المسلحة هنا وهناك. فهذه أهم الملفات. أيضا في الجانب الاقتصادي أمامها حزمة من المهام لتحسين الوضع الاقتصادي وأيضا الوضع الصحي. الوضع الصحي أيضا موضوع مهم فيما يتعلق بجائحة كورونا والتي تأخرت فيها ليبيا حقيقة. نعم كما تعلم أستاذ إدريس، البيبا اتخذ قراران حتى الآن. إحدى هذه القرارات كانت تجميد الحسابات المصرفية للهيئات الحكومية من أجل عدم إهدار الأموال أو تهريبها إلى الخارج. في الوقت ذاته هناك اتهامات لرئيس حكومة الوفاق السراج بإهدار الأموال واختلاس. كيف ستتم المواءمة بين هاتين الحالتين؟ هل سيتم هناك محاسبة للمسؤولين في حكومة الوفاق سابقا؟ نعم، بكل تأكيد أن هذا الموضوع الذي رشح أخيرا صرف حوالي ما يقارب 300 مليار. ديوان المحاسبة وأيضا الرقابة لحق وأيضا سمعنا أن هناك طبعا إجراءات مثل تعطيل الحسابات وأيضا عدم اتخاذ إجراءات وسحب الأختام وغيرها، وهذا يتأكد اليوم من خلال استلام حكومة دبيبة لمهامها. بكل تأكيد أن هذا الموضوع لن يمر هكذا، وسوف نشهد الأيام القادمة تحركات وأيضا يعني عدة إجراءات لمتابعة هذا الموضوع، وهذا موضوع حساس جدا. إذا ما عرف أن ليبيا تعاني من الفساد منذ 10 سنوات، هذا الكامل للأموال في ظل نقص الخدمات ونقص السيولة وأيضا الأوضاع الأمنية والأوضاع الاقتصادية. فهذه حقيقة موضوع مهم جدا أمام الحكومة وأيضا أمام ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة وغيرها. فهذا من مهام الجهات الرقابية للنظر في 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 في, في هذا الأمر. ولكن ما يهم الآن هو المعالجات السريعة التي تتعلق بالجانب الاقتصادي أيضا الجانب الصحي. يعني نعرف الآن أن ليبيا تأخرت كثيرا فيما يتعلق بالإسراع في معالجة جائحة كورونا التي انتشرت كثيرا وخاصة في المناطق الجنوبية وغيرها، ودون أي إجراءات وصرفت أموال، ولكن لم يرى البيبا اتخذ قرارا بهذا الشأن. أيضا أستاذ إدريس، تطرقت في بداية حديثك إلى خارطة الطريق أمام الدبيبة، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه، هل سينجح في إبعاد التدخلات الخارجية من القرار السياسي وليس فقط إبعاد المرتزقة من داخل الأراضي الليبية خلال هذه المرحلة الحساسة؟ نعم، سؤال جميل فعلا. بكل تأكيد أن ليبيا عانت من التدخلات الخارجية. هذه التدخلات الخارجية هي التي كانت سبب أساسي فيما حدث من ليبيا من انقسام واقتتال، وهو تعهد بهذا. ولعلنا إذا لاحظنا الآن الأجواء الدولية من خلال رغبة الولايات المتحدة وطلب من الدول سحب قواتها، قوات الأجنبية والمرتزقة، أيضا لاحظنا هناك تقارب وأيضا هناك تعهدات من الدول وترحيب من هذه الدول التي لها تدخلات في ليبيا، وهذا من شأنه أن ينعكس. وقد تعهد رئيس الحكومة بمعالجة هذا الأمر، وهذا حقيقة هو مطلب شعبي حقيقة، ونتوقع أن يكون هناك فيه تحرك ويكون هناك برنامج عمل لحكومة
الحكومة الوحدة الوطنية وأيضا المجلس الرئاسي، لا ننسى دور المجلس الرئاسي أيضا هو مسؤول، وأيضا مجلس النواب الذي التأم الآن، وكما أسلفت هناك أجواء توحي بفتح صفحة جديدة بين الليبيين، وأيضا بالإضافة إلى الرغبة الدولية. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات الصحفي والمتابع للشأن السياسي الأستاذ إدريس أحميد، كنت معنا مباشرة من طرابلس.